هتكلم معاك دلوقتي النورمال ليبر، الجزء اللي عقدته تقريبا كلكم الدايمترز. عايز اقول لك المقدمه بتاعت الدايمتر وازاي سيادتك تعرف تحفظ الدايمتر عشان موجود معايا دلوقتي. تمام. هايبر هايبو ثايروديزم دي في تي بالمنري امبوليس، هم نزلوا ولا هينزلوا لكم يا جماعه؟ نظري وهناخدهم من باب التامين. تامين الكلام ماشي ازاي؟ بس عايز ابدا اليوم معاكم النهارده يا جماعه بالدايمتر. بالمناسبه هنذاكر نورمال ليبر منين؟ هنذاكر نورمال ليبر منين؟ شطر نورمال ليبر انا اللي كاتب في كتاب الدكتور ده وساب لكم السوفت كوبي بتاعته ده كمبيوتر، يعني هنصورها النهارده يا جماعه. انا اللي كاتب شطر نورمال ليبر في كتاب الدكتور باكي وماشيين بالنظام ده وفي النسخ ده. تمام؟ نورمال ليبر يا ولاد. الكتاب بتاع الاسم يا ولاد، الكتاب بتاع الاسم اللي هو اللي كتاب الباكي وتشال منه ذكاء. تمام؟ دي الكلمه اللي بتاعتها. هنذاكر منين؟ في النورمال ليبر بالذات. دور الباكي. دور الباكي. تمام؟ سوفت كور موجوده معانا. انا حبيبي. برافو عليك. بصوا يا جماعه. مبدئيا اي حد معايا كتاب الدكتور الباكي او معايا كتاب يقفله. خلاص؟ ليه يا ولاد؟ الكلام المكتوب في الكتاب والابروتش الموجود في كل الكتب بلا استثناء لو فكرت تحفظ ليه دايمترز هتكره عشقك. تمام؟ انا عندي الدايمترز يا جماعه، عندي الدايمترز، هنتكلم جنرال سبيكينج، حاسس النهارده يا جماعه دردشه كده مع بعض. الدايمترز عندنا تنقسم لجزئين، دايمترز خاصه بالبلفس. الدايمترز الثانيه خاصه براس العين. الدايمترز الخاصه بالبلفس يا ولاد. ده حاجه احنا بنسميها بلفي متري، ركز معايا لو سمحت. متري يعني قياس، قياس مين البلفس. الدايمترز الخاصه براس العين. اللي هي جسم العين اهو. دي بنسميها كيفالومتري. الحصه بتاعت النهارده بالاساس بتاعت ثلاث شباتر مش ثلاث مواضيع. شابتر النورمال ليبر كله، شابتر الماد بوزيشن والماد برزنتيشن كله لو اللي قدامك فكر يلخبطك انت اللي هتتوه مش العكس، وشابتر الكونتراكت بيزنس. تمام؟ اول حاجه يا جماعه نبدا بيها على عكس ما انتوا خدتوا في المحاضرات، ما في المحاضرات بدا معاكم ايه يا جماعه؟ الدايمترز بتاعت مين؟ البيزنس. لا انا هبدا مع سيادتك بالدايمترز بتاعت مين الاول؟ الهيد اكثر اهميه، الحفظ بتاعها اتقل، والبيلفس برضه حفظه سهل جدا يا جماعه وكده. بس نبدا الاول بالدايمترز بتاعت مين يا جماعه؟ الدايمترز بتاعت الهيد. انا عندي الدايمترز بتاعت الهيد 10 دايمتر، وهقول لك ازاي تحفظهم. وعندي الدايمترز بتاعت البيلفس 13 دايمتر، وهقول لك ازاي تحفظهم دلوقتي. هبدا الاول بالهيد وادخل بعد كده في الدايمترز بتاعت مين يا ولاد؟ البيلفس ان شاء الله برضه النهارده. لما نيجي نتكلم على الهيد بتاعت العين. تعالى كده الاول ارسم لك منظر راس البيبي وتعرف لي الديفرنت بارتس بتاعت راس العين. لو انا كان عندي يا جماعه راس البيبي بالشكل ده كده. يقول لك راس العين بتنقسم لثلاث اجزاء. الجزء الاولاني بيبدا من الروت وزانوز وده احنا بنسميه النزيون. ويمتد يا ولاد لحد المنطم او التشن. المنطم يا ولاد التشن، ومن هنا ورايح هننسى كلمه التشن وهنركز في منطم لان احنا هنحتاجها في اسماء الدايمترز بتاعتنا. من الروتوزانوس لحد المنطم يا جماعه دي بنسميها منطقه الفيس، وش البيبي. يبقى الوش يا جماعه من فين لفين الفيس؟ من الروتوزانوس لحد هنا كده يا ولاد. تمام؟ طيب يبقى ديت يا دكتوره المحترمه منطقه الفيس. تعالي بعد كده من النزيون الروتوزانوس لحد عظمه بارزه كده، لو سيادتك جيت تحصل على راسك كده من ورا هتلاقي في اكسترنال اوكسيبتال بروتيوبرانس، العظمه البارزه اللي ورا دي يا ولاد. ادي سيادتك هنا يا دكتور الاكسترنال اوكسيبتال بروتيوبرانس بالمنظر ده كده. المسافه يا جماعه من الروتوزانوس اللي هي النزيون لحد الاكسترنال اوكسيبتال بروتيوبرانس دي كلها كده على بعضها بنسميها يا ولاد فولت. وهتكتشف ان الفولت دوت فيه ستة فولت كانال. على الرسمه هنا لسه هنشوف اثنين، الاربعه الباقيين هجيبهم لك في رسمه ثانيه. الفونتانيل دول اللي انتوا حطوها في الاطفال، حاجه اسمها انتيريور فونتانيل، صح؟ الفونتانيل الثانيه اللي انتوا برضه حطوها في الاطفال، حاجه اسمها بوستيريور فونتانيل اللي هي ترانجلر من شيب بتكون اوسيفايد ساعه كلها. طيب وجود الاثنين فونتانيل دولت يا ولاد قسموا لنا الفولت لثلاث اجزاء. ده الديفينيشن بيزكس لازم سيادتك تكون عارفها. الجزء الاولاني يا دكتور يا محترم من الروت وزانوس لحد الانتروفونتانيل، المنطقه دي كده يا ولاد اهي،
بنسميها الفور هيد، مقدمة الرأس. وهننسى كلمة الفور هيد وهناخد الايه الساينتفك ديفينيشن بتاعه اللي هنكمل بيه بعد كده اللي اسمه سنس بقى. يبقى سيادتك في المنطقة من هنا لحد هنا فور هيد مقدمة الرأس، او الاسم يا جماعة اللي احنا نستخدمه اكتر واكتر الفترة الجاية اللي اسمه يا ولاد سنسرة. بالفور هيد هو السنسرة. طب المنطقة اللي موجودة بين الانتيرور فونتانيل وبين البوستيرور فونتانيل، المنطقة دي كلها كده يا ولاد، دي بنسميها يا جماعة فيرتكس. والمنطقة اللي بتمتد من البوستيرور فونتانيل لحد الاكسترنال اوكسيبتال بريتيوبرانس، المنطقة دي كده يا ولاد بنسميها يا جماعة اوكسيبت. يبقى سيادتك راس العين بتتكون من ثلاث اجزاء، الجزء الاني والفيس، وده يهمنا. الجزء الثاني هو الفولت اوف ذا سكال، وده بينقسم لثلاث اجزاء. الجزء القداماني يا ولاد بنورتو ذا نوزن تور فونتانيل سنسرا، بعد كده فيرتكس، بعد كده دكاترة اوكسيبت. طب الجزء الثالث من راس العين ده ما يفرقش بالنسبة لي في حاجة يا ولاد، قال لك الجزء اوف ذا سكال. تمام؟ يبقى سيادتك لما نيجي نتكلم عن الهيد بتاعت البيبي ثلاث اجزاء، فيس يمتد لفين؟ من طم للنزهم، بعد كده هولت ينقسم لثلاث اجزاء من قدام لورا. ها اول حاجه سنسر، بعد كده فيرتكس، بعد كده اوبس. تمام؟ عندك بعد كده دكتور الجزء الاخير ده لا يعنيني في شيء ومش هنجيب سيرته تاني خالص، طول ما الجزء ذا سكيلز الاثنين دول بس هم المفروض بالنسبه لي. تمام؟ ده العيال نازل بوش هيكون نازل فيس برزنتيشن، ده العيال نازل بوش انت يا جماعه هيكون ايه؟ فيرتكس او سيبت. تمام؟ والكلام ده ناخده في الماده بوش هنعمل برزنتيشن بالتفصيل ممل. طيب قبل ما ابدا اتكلم عن الدايمترز يا ولاد، قبل ما ابدا اتكلم عن الدايمترز تعالوا كده نبص على الفولت دي كده من فوق نشوف منظرها عامل ازاي علشان نخلص من سؤال شفوي ومش صنف اللازمه، انتوا خدتوه في الاطفال بالمناسبه. تمام؟ وبعد ما نخلص السؤال الشفوي هنتكلم مع بعض على ال 10 دايمترز بتاعت الهيد، وباذن الله مش هتخرج من هنا الا لو انت حافظهم واحسن من اسمك. تمام؟ لو انا جيت ابص على راس العين من فوق، لو جيت ابص على الفولت من فوق هلاقي عندي المنظر النهائي ده كيف عامل ازاي؟ بصوا معايا. ادي الفولت بالشكل ده كده يا ولاد. يقول لك ان عظمه الفولت ذات نفسها بتتكون من سبع عظمات، سبع بونز. السبع بونز دولت يا جماعه بيفصل بينهم سته سوتشرز. السوتشر بيقابلوا بعض في سته فونتانيل. طيب ايه هما السبع عظمات؟ اثنين فرونتال بون، اثنين برايتال بون، اثنين تمبرال بون. يبقى كده كام عظمه يا ولاد؟ ست. وفي الاخر خالص هو الاوكسيبتال بون. صعب الكلام؟ طيب الاثنين فرونتال بون بيفصل بينهم وبين بعض السوتشر ده كده يا ولاد اسمه فرونتال سوتشر. طب الاثنين برايتال بون بيفصل بينهم ايه يا ولاد؟ سوتشر اسمه؟ ها؟ ساجيتال سوتشر. الاثنين برايتال بون بيفصلهم عند اوكسيبتال بون السوتشر اللي ورا ده اللي بنسميه يا ولاد لاندويدال سوتشر. وسموه لاندويدال ليه يا جماعه؟ لانه واخد منظر لاندا. تمام؟ عارفين يا جماعه لاندا بيكون بالمنظر ده كده صح؟ باللاتين اهو. خط وطلع منه فرعين، خط وطلع منه فرعين. تمام؟ يبقى ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة. تمام؟ هيتبقى لنا بعد كده يا جماعة تمرال سوتشر
وهنا كده يا ولاد كورونا للسوتشر. دكتور يا السوتشر دي مهمه في الاي ام كيو. هيقول لك السوتشر اللي بيفصل البرايتر على التمبرال اسمه تمبرال، السوتشر اللي بيفصل الاثنين برايتر عن بعض اسمه ساجيتال. طب السوتشر اللي بيفصل البرايتال بون عن الفرونتال بون اسمه كورونال. تمام، يبقى الكلام ده يا ولاد بنزل لكم ايه يا جماعه في الاي ام كيو، والمفروض الكتاب توزع لكم ولا لسه؟ نزل لكم ولا لسه؟ خلاص المفروض ناخد الطبع اليومين دول. تمام؟ مع كتاب الام سي كيو. طيب دكتور السوتشرز دول بيرتبطوا مع بعض في فونتانيلز. سته فونتانيلز اللي هما مين يا جماعه؟ اول فونتانيل دي تعتبر بالنسبه لي مهمه جدا اسمها الانترو فونتانيل. لا اسم ثاني يا جماعه مستعين بيه اسمها ايه؟ انتيريور فونتانيل او بريجما. وعندي يا جماعه الفونتانيل اللي ورا دي اللي بنسميها بوستيريور فونتانيل او لها اسم ثاني اسمه لندا. طب دول يا دكتور الاثنين فونتانيل اللي انت كنت لسه جايبهم منهم. في الاربعه الباقيين ادي الدكتوره فونتانيل يمين فونتانيل شمال، فونتانيل يمين فونتانيل شمال، ولا ليك مفهوم في الرسم. طب ايه السؤال الشاف اللي بتسال هنا انتوا خدتوه في الاطفال قبل كده؟ يقول لك يا ابني ايه هي الفروق الاساسيه؟ ده بالنسبه لهم يا جماعه طبعا حاجات فيزيك. ممنوع منعا باتا ان سيادتك ما تجاوبهاش سواء كنت اندر او بوست. في البوست سالوك نفس الاسئله ديت، مفيش اي حاجات بوست جرادويت في نورمال ليفت ولا مات بوزيشن مات برزنتيشن الا ايه تحابيش بسيطه كده. يقول لك ان الاثنين فرونتال منطقه الفرق مع بعض اربعه، اثنين فرونتال اثنين برايتر. طب الاستور فرونتال اثنين برايتر واحد اوكسيد، صح يا ولاد؟ طب سيبكم من كده. يقول لك ان الانترو فونتانيل يا دكتوره لوزنج ان شيب، واخده المنظر ده لوزنج ان شيب. جدول المقارنه موجود عندكم يا جماعه، لوزنج ان شيب بالشكل ده كده. طب البوستيرو فونتانيل ريجولار ان شيب. ساعه عمليه الولاده في العيل السليم اللي ما عندوش هايبوثايرويديزم اللي ما عندوش كريتينيز بلاقي البوستيرو فونتانيل اوسيفايد. انما الانترو فونتانيل يا ولاد بيكون اوسيفايد ولا امبرينس؟ بيقول لك ده ادمس 3 فينجر. تمام، وكل 6 شهور تاير فينجر، كل 6 شهور تاير فينجر، كل 6 شهور تاير فينجر. يعني بيحصل لها المطلوب في العيل الطبيعي كل اوسيفيكيشن عند سنه ونص، مش كده يا ولاد؟ وكده احنا خلصنا الفروق اللي موجوده بينهم. الحته ديت تتسال فيها يا دكتوره في الاي ام كيو السوتشرز مين بيفصل مين عن مين؟ في الشفوي الفونتانيل الفرق بين الانتيرو وبين الايه يا ولاد؟ البوستيريو. تعالوا يا دكتورنا اتفضل. بالنسبه لنا ولا بركز بس. تمام دلوقتي يا اولاد شفوي اي ام كيو خلاص. تعالوا بقى نركز مع بعض في الدايمترز. والدايمترز يا اولاد انا هشرحها ثلاث مرات. اول مره شرح العادي اللي انتوا بتحطوه في المحاضرات، ثاني مره السكيما اللي هقول لك ازاي تحفظ بيها، ثالث مره السكيما اللي هتضرب لك المال بوزيشن ومال برزنتيشن. تمام فاضل ازاي اللي هو مش هيطلع منها اللي هو حافظه. بص يا اولاد انا عندي يا جماعه الدايمترز بتاع الميتا هيد 6 دايمترز، 10 دايمترز، 6 ترانسفيرس. لازم تحفظهم بالترتيب التالي. لما نيجي نتكلم على الدايمترز في عندي 10 6 لينجتيودينال وهنبدا بيهم الاول، وبعد كده هدخل لك على الاربعه الترانسفيرس وهجيب لك ال 6 لينجتيودينال على رسم منها خلق دلوقتي. ال 6 لينجتيودينال دول يا ولاد ثلاثة قدام انتيريور. الكلام ده منه وبين بعض في الحفظ، مش هتيجي تقول في الامتحان اخر السنة. أنا أقول لك في الامتحان أنت هتروح جايب الدايمترز على طول وتبصهم زي ما الكتاب رصص كده. ثلاثة قدام وثلاثة ورا. ولازم تحفظهم بالترتيب دوت. لما تبدأ تحفظهم بالترتيب دوت أنت حفظت الدايمتر كل واحد يساوي كام سم وحفظت الفاليو بتاع كل دايمتر، بس احفظهم بالترتيب ده. الثلاثة اللي قدام أكيد أكيد يا ما تعرفينهم ليه؟ للفيس ولا للبول؟ للفيس، وهنخلص حته الفيس الاول. تمام؟ انا مش هطالب سيادتك غير حاجه واحده بس، تحفظ لي اسم الدايمتر. بيساوي كام سنتي؟ هقول لك ازاي تحفظه مع نفسك. الباب بتاعته ايه؟ هقول لك ازاي تحفظه مع نفسك. تمام؟ اول دايمتر يا ولاد، دايمتر اسمه صب منتو بريجماتيك. تمام؟ ثاني دايمتر اسمه صب منتو
فيرتيكال. ثالث ديامتر المره دي بقى مش سب، لا ده منتو على طول. منتو فيرتيكال ديامتر. تمام؟ طب دول الثلاثه اللي قدام. الثلاثه اللي ورا اكيد هتكون ريليتد لمين يا ولاد؟ للفولت، خصوصا مين في الفولت يعني؟ الاوكسبت ولا الفيرتكس ولا السنس بقى؟ اكيد اكيد الاوكسبت، تمام؟ فانت هتلاقي الكلام بتاعك كله ريليتد للاوكسبت، صح؟ مش ده كان ريليتد للفيس؟ وكان ريليتد مين في الفيس؟ الحته اللي قدامانيه، مين طبعا صاب مين؟ ده برضه هيكون اكيد ريليتد لمين يا ولاد؟ للاوكسبت، يا اوكسبت يا صاب اوكسبت، صح؟ واحفظهم لي بالترتيب ده. رقم واحد، اول ده نقرا اسمه يا ولاد؟ صاب اوكسبتو برجماتيك. الدايمتر الثاني صب اوكسبتو فرانتال. الدايمتر الثالث والاخير اوكسبتو فرانتال دايمتر. طيب مبدئيا يا ولاد الصاب منتو برجماتيك بيمتد من فين؟ لو انا جيت قلت لك يا دكتور ان هي في منطقه المنطم اهي. دي كده يا ولاد منطقه المنطم اهي. يبقى طالع من المنطم ولا طالع من وراها يا ولاد؟ الجنكشن بين يا ولاد المانتبول وبين النك في المنطقه دي، صح؟ صاب منتو برجماتيك رايح لمين يا ولاد؟ للسنتر بتاع البرجما، للسنتر بتاع الانترنال فونتانيل. يبقى ده عباره عن الدايمتر اللي طالع من المنطم ولا طالع من الجنكشن؟ الجنكشن بين المانتبول وبين النك، صح؟ ورايح لمين يا ولاد؟ رايح يا دكتور يا محترم للسنسر بتاع الانتيرور فونتانيل بالمنظر ده كده اللي احنا بنسميه سبمنتو برجماتيك، تمام؟ سيادتك يقول لي سبمنتو طالع من المنطقه ولا جنكشن؟ رايح لمين؟ للبريجما، صعب الكلام؟ والديامتر ده بيساوي 9 سم ونص. طيب بص يا دكتور معانا الديامتر الثاني اسمه ايه؟ سبمنتو فيرتيكال طالع من المنطقه ولا طالع من الجنكشن؟ من الجنكشن اهو رايح للفيرتيكال بوينت. فين الفيرتيكال بوينت ديت يا جماعه؟ مش ديت تعتبر الفيرتكس اهي؟ قال لك ده عباره عن الحته اللي موجوده في نص الفيرتكس بالظبط. قال لك يا دكتوره ركز معايا بس على الرسمه. البوينت ميد واي بتوين الانتيرو فونتانيل والبوستيرو فونتانيل منتصف المسافه بالظبط هنا كده يا ولاد بنسميها فيرتيكال ايه؟ بوينت. يبقى سيادتك يا دكتوره طالعه لي من الجنكشن من هنا. سيادتك طالعه لي من الجنكشن من هنا وماشيه ماشيه 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 لحد الفيرتيكال ايه؟ بوينت. افرش معايا الرسمه بحاجه يبقى لي الاس الاس انا طالع من انت ولا طالع من الجنكشن؟ رايح لمين يا ولاد؟ هي بتقول لك اسمي فيرتيكال فيرتيكال بوينت. فين الفيرتيكال بوينت؟ منتصف المسافه بين الانترو فونتانيت وبين الاسترو فونتانيت، صعب الكلام؟ طب تعالى لي بعد كده على الدايمتر الثالث منتو المره دي طالع منين؟ فيرتيكال رايح المره دي لمين؟ للفيرتيكال بوينت اللي هي فين؟ ميد واي بين ذا انتيريو اند ذا بوستيرو فونتانيت، صح؟ يبقى سيادتك يا دكتور لو حبيت تجيبها لنا من على الرسمه هتجيبها لنا منين؟ المنطم اهو ورايح للفيرتيكال بوينت اهو يا ولاد، صح؟ ده بنسميها منتو فيرتيكال بوينت، صعب يا ولاد؟ طيب سبمنتو فيرتيكال طالع منين؟ سبمنتو فيرتيكال طالع من المنطم ولا جنكشن؟ عرفت انهي جنكشن؟ رايح لمين؟ وعرفنا مكانها فين؟ وده يا ولاد بيساوي 11 سم ونص. تمام؟ طيب منتو فيرتيكال طالع منين؟ الموضوع سهل وبسيط بلاش تعقد الموضوع على نفسك. من الاسم طلع لي الديفينيشن. الارقام والفاليو بتاعت كل ده تحسبها عليا باذن الله. منتو فيرتيكال طالع منين؟ رايح لمين؟ وده دكتور بيساوي 13 سم ونص ما تركزليش في الارقام دلوقتي. طيب بص يا دكتوره صب اوكسبتو برجماتيك. لما اجي اقول لكم هنا يا اولاد صب اوكسبتو برجماتيك يبقى انا طالع من الاكسترنال اوكسبتال برتيوبرانس ولا جاست بلوب؟ صب اوكسبتو برجماتيك رايح لمين؟ للسنتر بتاع الانتيرو فونتانيل، صح؟ انت طالما قلت لي برجماتيك يبقى السنتر بتاعك. يبقى سيادتك يا دكتور طالع لي من هنا بوينت جاست بلو، ما انا بقول لك صح. جاست بلو ذا اكسترنال اكسترنال برنسيوبرانس ورايح يا دكتور للسنتر اوف ذا انتيرو فونتانيل بالمنظر ده كده. مش كده يا ولاد؟ ده اللي بنسميه صب اوكسبتو برجماتيك. سيبك من الرسم. تعالى على الاسم. صب اوكسبتو. طالع من الاكسترنال اوكسبتال برتيوبرانس ولا بوينت جاست بلو؟ رايح لمين؟ برجماتيك اللي هو مين؟ ودي بتساوي 9 سم ونص.
سب اوكسيبتو فرونتال، يبقى انا طالع منين؟ من نفس النقطه اللي هي فين يا اولاد؟ جاست بيلو جاست بيلو اكسترنال اوكسيبتال بريتشوبنس. رايح فين المره دي؟ بص معايا، قال لك هو المسافه دكتور من الروت اوف ذا نوز النزيون لحد الترو فونتانيل بيجيب لك تعتبر فرونتال بول. فقال لك يبقى السيانتا طالع من هنا ورايح للانتيريور اند بتاعت الانترو فونتانيل. هي الانترو اند بتاعت الانترو فونتانيل تبع انهي بوم؟ تبع الفرونتال ولا تبع البرايتال؟ فرونتال. فاهمين انتوا الكلام ماشي ازاي؟ يبقى سيادتك يا دكتور صف اوكسيبتو فرونتال انا طالع يا جماعه من الاكسترنال اوكسيبتال بيرتيوبرانس ولا بوين جاست بلو؟ صف يبقى جاست بلو ورايح لمين يا اولاد؟ للانتيريور اند اوف ذا انترو فونتانيل. ما انت سيادتك لو جيت تبص لي على الانترو اند بتاعت الانترو فونتانيل دي تبع انهي بون؟ تبع الفرونتال بون ولا تبع البرايتال بون؟ تبع الفرونتال. معايا مش معايا؟ تمام؟ طيب هي معايا؟ طيب بص يا ولاد، الانترو فونتانيل اوكسيبتو فرونتال دايمتر، المراد انا طالع من الاكسترنال اكسبتال بريتشوبرانس نفسها ولا فاين جاست بلو؟ ها؟ طالع منين؟ انا بقول لك اوكسيبتو على طول ولا صاب اوكسيبتو؟ اوكسيبتو. تمام؟ قلت لك ما تعقدش الموضوع على نفسك، شوف التعريف بيقول لك ايه، التعريف يشرح نفسه. تمام؟ يبقى انا المره دي يا دكتور يا محترم طالع من الاكسترنال اوكسيبتال بريتيوبرس ورايح جرب للروت اوف ذا نوز. الله ازاي يا عم انت لسه قايل فرونتال فوق، خلي بالك معايا، هو الروت اوف ذا نوز الحته دي انت ولا تبع انهي بون؟ تبع فرونتال بون برضه، صح يا شباب؟ بالظبط كده زي ما بقول لك، انت قايل انا في مصر اسكندريه ولا اسوان؟ بدايه البلد ولا نهايه البلد؟ فهمت الكلام ماشي ازاي؟ يبقى سيادتك احنا استخدمنا فرونتال مرتين وكل مره كان ليها دلاله معينه. لو انا قلت لك يا دكتور فرونتال مع صف اوكسيبتو يبقى انا قصدي ايه يا اولاد؟ الانترو اند بتاعتنا الانترو فرونتال البدايه صح؟ طب لو انا قلت لك فرونتال مع اوكسيبتو يبقى المره دي قصدي ايه يا اولاد؟ الروت اوف ذا نوز. ما انت سيادتك بالعقل ابتداء من هنا يا اولاد، الروت اوف ذا نوز لحد الانترو فرونتال المسافه دي كلها كده تبع عندي بون؟ فرونتال بون زي ما بقول لك، انت عارف مصر اسكندريه ولا اسوان؟ ما يقولش معايا. طيب ودي بتساوي يا اولاد 11 سم اسف الصاب اوكسيبتو فرونتال 10 الاول 10 سم والاوكسيبتو فرونتال 11 سم. صعب الكلام يا ولاد؟ انا عندي في الديامترز بتاعت البيلز رقم هنثبت، في الديامترز بتاعت التيتا ليد رقم هنثبت، هنثبت هنا يا ولاد رقم 9 ونص ونزود 2 مع كل قاعده في استثناء. واكيد اكيد الاستثناء هيكون مين يا ولاد؟ لو يعني يا دكتور انت عايز تيجي تقول ان انا لو حبيت احفظ الديامترز بتاعتي يا جماعه اللي جبنا الديامترز بتاعت الهيد 9 ونص و10 مش كده يا ولاد؟ 9 ونص وازود ايه يا جماعه؟ 2 والاستثناء بتاعي يبقى كام يا ولاد؟ 10. بص يا دكتور صابوا شفت الرجلات الكام؟ زود 2 يقو زود 2 يقو متشكل. تعال هنا سيبك من الاستثناء خبيه ابدا صابوا شفت الرجلات الكام؟ 9 ونص زود 2 يقو 11 ونص والاستثناء بتاعنا صعب ده متر زي ولاد لونهم تاني بالتالي بقت سهل وبقت سهله علشان كده قلت لك ايه احفظهم لي بالطريقه دي. تمام 9 ونص زود 2 بقت 11 ونص زود 2 بقت 13 ونص تاني يلا من اول وجديد 9 ونص الاستثناء مش لاقي دعوه بيه 10 تمام زود 2 يبقوا كام؟ وطالما في استثناء يبقى لازم نفهم ليه ده مش ماشي تبع القاعده بالعقل كده يا ولاد. لما انا يكون في عندي ديامتر بيمتد مني المنطقه دي تمام ورايح من الانترو اند بتاعت الانترو فونتانيل يكون 9 ونص الديامتر الثاني طالع من نفس النقطه وراح للانترو اند المسافه بينهم ايه يا ولاد؟ نص سم. يعني انت بتتكلم انا بتكلم معاك شويه معايا ولا مش معايا؟ يبقى اللونجيتيودنال الديامتر بتاعت الهيد 9 ونص ايه يا ولاد؟ وبعد دي صعب الكلام؟ طيب سيب الديامتر زي ما هي كده يا جماعه خلاص؟ حد محتاج الرسمه دي في حاجه؟ تتمسح خلاص؟ طيب مش مشكلة. تعالوا نتكلم مع بعض على الترانزفيرس دايمترز بتاعت الهيد. وانا عندي يا ولاد الترانزفيرس دايمترز بتاعت الهيد اربعه. وهتكتشف ان انا فيهم برضه مثبت رقم كام؟ مثبت رقم كام في الدايمترز بتاعت الهيد الترانزفيرس؟ بس بدل ما هزيد هنقص. تمام؟ بصوا يا ولاد. الترانزفيرس دايمترز بتاعت الهيد اربعه ترانزفيرس دايمترز كل الاثنين هنحفظهم مع بعض. أربعة ترانزفيرس دايمتر كل اثنين هنحفظهم مع بعض. الدايمتر الأول والدايمتر الثاني. واحد اسمه باي برايتال
لا ينفع. النمبر ده نحفظه معايا يا جماعه، صغرى بايضه صبرايت، نكتبهم بس وبعدين نشرح لنا بعد اذنك. صغرى برايتا صب برايتا دايما. تبع القاعده بتاعتنا، تبع القاعده بتاعتنا، قلت لك الانتجرال تحفظه مع بعض. انا قلت لك ان الانتجرال 9 ونص بزود كام؟ 2. طب انا 9 ونص هقول ده نص. تبع القاعده بتاعتنا الباي برايتا دايما هيساوي كام؟ 9 ونص من غير ما تفكر. يبقى اكيد اكيد الصغرى صب هيساوي كام؟ ايه الباقي بتاع كل واحد فيهم هقولها دلوقتي؟ قلت لك معلش الموضوع ثلاث مرات. تمام؟ صبرا برايتا صب برايتا. صبرا صب بدل ما تقول برايتا وبرايتا، لا ده واحد صبرا برايتا الثاني صب ايه؟ برايتا. واحد فوق برايتا ايمنس الثاني تحت برايتا ايمنس. طيب الاثنين دايمتر التانيين دول هيتحفظوا مع بعض. واحد اسمه باي تمبرال دايمتر، دول مش هيفرقوا معانا في حاجه خالص. يعني اسمهم هيجي مره او مش اسمهم، ده اسم اللي تحت هيجي مره واحده بس في الكونتراكت ديلس. واحد اسمه باي تمبرال دايمتر والتاني اسمه باي ماستويد دايمتر. انا لسه هجيبهم لك على رسم، انا عايز بس اقول لك ايه اثبت لك قاعده الارقام عشان تعرف موضوع تاني. انا اقول لك ده جاي منين، ده جاي منين إيه؟ مره على رسم ومره على يد، والحصه الجايه على عروسه. تمام؟ باي ماستويد دايمتر ايه؟ واحد. تمام؟ فقلت لكم ان شاء الله هتحسوا موضوع النورمال نيبر ما تاخدوش من البرزنتيشن من احسن المواضيع، انتوا اللي هتشرحوها مش انا. باي تمبرال دايمتر الاثنين دول هتحفظوا مع بعض. دكتوره لو انا قلت لك ان الباي تمبرال دايمتر ده بيساوي 8 سم يبقى اكيد اكيد ده هيساوي كام سم؟ 7 ونص. صار الدايمتر زي ده؟ كده احنا خلصنا 10 دايمتر بتوع الدايمتر، مفيش اي زياده فيهم. تاني الانجتيودنال كام؟ القاعده بتاعتنا اللي بنثبتها رقم كام؟ وبنزود وفي عندي استثناء اللي هو بيساوي كام سم؟ يبقى انت حافظهم لي كده الانجتيودنال 9 ونص و10 صح؟ طيب الدالب اللي قدام منتو ولا صامنتو؟ طالع من المنطقه ولا جنكشن؟ صامنتو ايه؟ بريجماتيك بيساوي كام؟ طب الدالب بتاعتنا اسمه ايه يا جماعه؟ فيرتيكال. طالع من المنطقه ولا جنكشن؟ ورايح لمين؟ فيرتيكال بوينت بيساوي كام سم؟ 9 ونص بقت كام؟ الدايمتر التالي منتو فيرتيكال طالع من ورايح تبع القاعده بتاعتنا 9 ونص بقت 11 ونص المره دي نبقى 13 ونص. الله ينور عليك. صعب الكلام يا ولاد؟ سيبك من اللي قدام تعالى لي على الورق اللي هو فيه الاستثناء صح؟ اللي هو كان بيساوي كام سم؟ 10. اول حاجه دكتور صعب اكسبت برجماتيك طالع من الاكسبت ولا جاست بلو؟ جاست بلو اكسبت برجماتيك رايح لمين؟ هتساوي كام سم تبع القاعده؟ 9 ونص. صب وكسبته نفس النقطة اهي فرونتال طلعت نص سم بس قدام يبقى 9 ونص تبقى كام؟ ده استثناء حضرتك. بعد كده بدل ما اطلع من صب وكسبته طلعت من وكسبته فرونتال هتساوي كام يا جماعة تبع القاعدة؟ 9 ونص. الدايمتر دلوقتي في حد لسه ما حفظهاش تاني بقت سهلة صح؟ تعالى لي بعد كده دكتور على الترانسفيرس دايمتر. ايه اللي ترانسفيرس دايمتر بتاعتنا هتكون موجودة عندنا يا ولاد؟ بص معايا لو انا جيت رسمت لك الترانسفيرس دايمتر الثاني يا جماعه بصيت على البوت من فوق كده الرسمه اللي رسمت مالك مين شويه بس عزم اللي معايا عزم اللي بصوا لده. نطلع من هنا الاول يا جماعه الباي تمبرال السوشيال ده كان اسمه ايه؟ الازرق ده وده اسمه ايه؟ قال لك المسافه بين الاثنين انتيريور اند بين الاثنين انتيريور اند بتاعت التمبرال سوشيال مش ده تمبرال سوشيال ده انتيريور اند دي بوستيريور اند نهايته هنا وبدايته هنا يا ولاد المسافه بين الاثنين انتيرور اند بتاعت التمبرال ستراكشر دي بنسميها باي تمبرال. صعب الكلام؟ فاهمين قصدي يا ولاد؟ التمبرال ستراكشر ماشي كده دي انتيرور اند دي انتيرور اند عليا يا ولاد صح؟ مش ده المفروض التمبرال ستراكشر ماشي كده بين الفرنتال فوق بين البرايتال فوق بين التمبرال تحت يبقى دي الانتيرور اند بتاعت التمبرال ستراكشر.
دي الانترنال بتاعه التمبرال سولفا مش كده يا اولاد؟ المسافه بين التو انتيريور اندس بتاعه التمبرال بنسميها يا اولاد باي تمبرال سولفا بتساوي كام سم؟ 8. طب الباي ماستويد يا اولاد كلنا يا جماعه علينا دي اسمها ماستويد ايه؟ ودي اسمها ماستويد ايه؟ المسافه بين التو ماستويد بروسيس بنسميها يا اولاد باي ماستويد ودي تبع القاعده بتاعتنا بنسميها بتساوي كام سم؟ 7. صعب الكلام؟ يبقى بص يا دكتور يا مختار على الاسم باي تمبرال مسكت كلمه تمبرال يبقى دي المسافه بين ايه يا اولاد؟ التو انتيريور اند بتاعت التمبرال سوتشر صح؟ اهي على الرسم. طب علينا احنا يا اولاد اهو الانتيريور اند بتاعت التمبرال سوتشر. صعب الكلام؟ السوتشر مش في الاخر؟ لا ده بس في الرسم اللي موجود عندك. انت لو جيت تبص علينا هتلاقي كده بالمنظر ده بالمنظر ده ده السوتشر جاي لك كده عشان الكاميرا ده فانتا كون فانتا كون تمام؟ يبقى يا اولاد دي الانتيريور اند بتاعت التمبرال سوتشر تمام؟ ادي الانترنت بتاعت التمبرال سوتشر المسافه هنا كده يا اولاد بنسميها باي تمبرال ايه؟ سوتشر ده بتساوي كام سنتي؟ انزل تحت الاثنين ماستويد بروسيس باي ماستويد بتساوي كام سنتي تبع القاعده؟ 7.5. صعب الكلام يا اولاد؟ طيب بالمناسبه يا جماعه لو انا جيت عملت عمليه ديستركتيف مانوفر ما حدش حد يعملها خالص اليومين دول حاجه اسمها كرينيوتومي. كرينيوتومي يعني يا اولاد؟ بجيب الشنور واخرج دماغ العيل واروح جاي شافط البريم بتاعت دماغ العيل اتوقع ان البايتمبرال سوتشر يفضل زي ما هو ولا هيكون لابس. طب لو انا جيت قلت لكم ان انا في عندي دايمتر اسمه باي برايتال دايمتر اقول لكم عليه وبعدين اجيب لكم على السبوره بس ارجع عندكم دي اسمها برايتال ايه صح؟ اكتر حته بارزه في العظم من ورا كده وكده دي اسمها برايتال ايه؟ المسافه بين التو برايتال ايمنز نسميها باي برايتال دايمتر تبع القاعده بتاعتنا تساوي كام سنتي؟ لو انا جبت الشنيور لو انا جبت الشنيور ورحت جاي مفضل دماغ العيل الباي برايتال دايمتر يفضل زي ما هو كده 9.5. طب لو انا جبت الشنيور وفضيت دماغ العيل الباي ماستويد اصلا ما تاثرش يبقى الدايمتر الوحيد يا اولاد اللي مش هيتاثر من عمليه اسمها كرينيوتومي حاجه اسمها الباي ماستويد دايمتر. الكلام ده ياخد معانا في الكونتراكتد بيتس. لما اجي اقول لك يا دكتور ان الخط ضيق وعيل ميت الواد الميت دوت ايام زمان كان بيجي يقول لك حرام ان انت بطن امه تمام على عيل ميت. طب نعمل ايه؟ تخرق دماغ العيل واشفط الايه البرين بتاعه يبقى انا كده قللت الباي برايتال قللت الباي تمبرال قللت السوبرا سب برايتال. فاهم انت الكلام ماشي ازاي؟ لما قلل الترانزفيرس دايمترز ديت يا اولاد العيال ممكن يعدي من الحوض الضيق شويه ولا لا؟ بس يا جماعه لو كان الدايمترز بتاعته الحوض اقل من 7.5 راس العيال هتعدي؟ لا. ليه؟ لان سيادتك مهما اثرت في دماغ العيل مين مش هيتاثر؟ باي ماستويد. عرفتوا ليه يا اولاد؟ قلت لكم الباي ماستويد اسمه مش هي الا مره واحده بس في التراكت بيلبس. لو انت مش فاهمها لو انت المعلومه تقيله عليك اقلها دلوقتي. هنرجع ناخدها تاني في التراكت بيلبس وهتلاقي الكلام بقى اوضح بالنسبه لك. طيب بص يا دكتور باي برايتال دايمتر سوبرا برايتال سب برايتال هشرحها لك مرتين مره على الرسم هنا ومره عليا والمره الجايه على الرسم. لو انا جيت قلت لك ان الباي برايتال دايمتر مش دي اسمها برايتال ايمننس اكتر حته بارزه في راس الواحد ودي اسمها برايتال ايمننس اكتر حته بارزه في راس الواحد صح؟ يبقى لو انا فكرت ارسم راس العين الاقي ان راس العين موجود عندي بالشكل ده كده يا ولاد حته بارزه اهي ولا حته بارزه اهي ده برايتال ايمننس مش كده؟ وده برايتال ايمننس. الديستانس بتوين الاثنين برايتال ايمننس الديستانس ديت نص بلجنج بوينت الديستانس بتوين التو برايتال ايمننس باي برايتال دايمتر بيساوي كام سنتي؟ 9.5. طب بص يا دكتوره لو انا جبت لك دايمتر ثاني بدل ما اسمه باي برايتال بتوين التو برايتال ايمننس يعني لا جبت لك دايمتر ثاني اسمه ايه؟ سوبرا برايتال صب برايتال دايمتر واضح في الاسم ده دايمتر بيمتد من البرايتال ايمننس ولا سوبرا جاست ابام جاست ابام اهو ده دايمتر تاني بيمتد صب برايتال البرايتال ايمننس ولا جاست بلو جاست بلو. طب تعالى كده يا دكتور هي الحته الجاست ابام النقطه الزرقاء ديت داخله لجوه ولا طالعه بره بالنسبه للنقطه الحمراء؟ داخله لجوه شويه. طيب في الصب النقطه الزرقاء ديت تعتبر بارزه لبره ولا داخله لجوه بالنسبه للنقطه الحمراء؟ يبقى انا كده يا ولاد لما اجي اجيب ده من هنا قربت المسافات شويه ولا لا؟ وده فرق معايا في نص سنتي. علشان كده تبع القاعده بتاعتنا قلنا الصبرا صب تبع القاعده كام؟ 9. مش ثبتنا 9.5 وبعدها طيب تبقى 9. فهمنا ليه يا ولاد بتكون اقل؟ لان سيادتك ما كنتش مركز معايا ركز معايا. النقطة الزرقاء جوه دي بره دي بره ديت تعتبر بالنسبة للنقطة الحمراء جوه ولا بره؟
بره جوه بالنسبه ليه بره بالنسبه ليه بره بالنسبه ليه بره يعني بره فين جوه لا هو فين جوه عشان عند دي هنا بقى انا اقول ده الميد داينا اهو مين اقرب للميد داينا النقطه الحمراء دي ولا النقطه الزرقاء الزرقاء على الرسم هي ولقيت في ايه ماشي الحمراء اقرب للميد داينا لا الزرقاء الزرقاء اقرب للميد داينا نعم الزرقاء اقرب للميد داينا المسافه من هنا لهنا تمام تعتبر زي المسافه بتاعتها المسافه دي انا بكسبك من كده سيبك من كده سيبك من كده سيبك من كده سيبك من كده مين ماتش نور اوتر ومين ماتش نور انر الحمراء بره والثاني جوه الحمد لله هنا مين ماتش نور اوتر مين ماتش نور انر الحمراء بره والثاني جوه حلو قوي المسافه بين الاثنين اوتر زي المسافه بين الاثنين انر احمد الكرام جت كده بس كده يا ريس خلاص اتفضل ان هم جابوا الفرق رايت فرقت معانا ايه الصبر رايت اه استفادوا ايه نركز مع بعض عليا انا بقى يا جماعه عليا انا بقى يا جماعه انا كده اطمنت على المستقبل ان هم ليهم خير عليا الحته الفرس هنا بدات ايه برايت الايمنس دي برايت الايمنس صح المسافه بين ابرز نقطتين بنسميها باي برايت ديامتر 9.5 لو انا نزلت تحت كده شويه يا اولاد العرض كده برسه داخل الجو طب لو طلعت فوق كده شويه برسه داخل الجو يبقى صبرا برايتر سام برايتر ده تساوي كام 9 سم على الرسمه الحته البارزه مع الحته البارزه اهو الديستانس من هنا للديستانس من هنا الديستانس بين التو اوتر بنسميها باي برايتر ده بتساوي كام سم طيب الديستانس بين التو هنا هتساوي 9 فهمتوا الكلام ماشي ازاي يبقى دلوقتي يا شباب كده احنا فهمناها نحفظها بقى احنا اتفقنا ان احنا هنثبت رقم للدايمتر بتاع الراس العين الرقم كام 9.5 مع اللي كنا هزود مع الترانسفيرس هقلل نص تمام وهنا الكل اتنين مع بعض 9.5 بقى 8 بقى 7.5 طيب بصوا معايا المعلومه الجايه بقى هنستغل دي الكلام المكتوب دوت وهقولها مره واحده فقط لا غير تمام اتفهمت اتفهمت ما اتفهمتش هرجع اقولها تاني مع النوتيشن مايند برزنتيشن تمام ايه الفاليو بتاع كل دايمتر فيهم؟ خلي بالك معايا. العيل يا جماعه بيدخل بواحد ويخرج باثنين بالشكل بتاعنا كده. العيل بيدخل بواحد يخرج باثنين بالثالث بتاعنا يعني ايه بالظبط؟ ركز معايا لو سمحت، ركز معايا. الكلام ده ركز معايا لو سمحت. مكتوب بس لو انا فكرت اشرحه لك بالكتابه بتاعتي. لا لا مكتوب في المذكره بالخط. مكتوب في المذكره بالخط. تمام؟ بص معايا. لو ده البلبيكينت يا ولاد. تمام؟ وده البلبيك يا ولاد. مش هسمع صوت. لو ده البلبيكينت وده البلبيك يا ولاد. أول. تمام؟ دكتورة العيل يخرج من خلال البلبيك ويخرج من خلال البلبيك أول. تمام؟ هتاخده في المال بوزيشن ومال برزنتيشن. إن العيل ممكن ينزل بوشه. لو العيل كان بالمنظر ده كده يا ولاد. العيل ممكن ينزل بوش يا ولاد بالفيس تمام بمعنى ايه؟ ان سيادتك ممكن تيجي تلاقي عندك السكرم بالمنظر ده كده والسمسس بيوبس بالمنظر ده كده يبقى ده كده البلبيك يا ولاد انت وده كده البلبيك يا ولاد اوت يبقى انا في حالات الفيس برزنتيشن فيس برزنتيشن يعني العيل نازل بالفيس ولا نازل بالوش نازل بالفيس في حالات الفيس برزنتيشن بالعقل كده اكيد يوم ما استخدم الدايمتر استخدم الديامتر الانتيريور ولا الديامتر البوستيريور؟ انتيريور متشكل انتيريور. لما تيجي تتكلموا مع بعض يا ولاد ولما نيجي نتكلم مع بعض في الفيس برزنتيشن هيقول لك ان العيل وهو داخل بالبلبيك اندت العيل وهو داخل بالبلبيك اندت بيدخل بانهي ديامتر؟ انتيريور بيدخل بواحد بيدخل يا جماعه بالصاب منتو بريجنال تمام؟ فاظها كده مؤقتا العيل بيدخل بواحد بيدخل منين؟ بالبلبيك اندت لان سيادتك لما تيجي اخر السنه يا جماعه لما تيجي بعد ما نشرح لك كمان بوزيشن مال برزنتيشن هتلاقي نفسك تقول لك هو العيب في البلبيك اند ده ده مطلوب كام بيساوي كام سنتي؟ لا هنحفظها من دلوقتي وهرجع اقولها لك تاني في المال بوزيشن ومال برزنتيشن العيب بيدخل بايه؟ ويخرج باثنين العيل وهو طالع من البلبيك اوت هيطلع بالدوافع رقم كام؟ اثنين تمام؟ يبقى دلوقتي يا اولاد العيل يا جماعه لو انت جيت تشوف وجيت تقرا في الكتاب تمام قلت لك لو انت رحت كتاب هتوه بس احفظها لي بالترتيب ده وافتكر كده العيل بيدخل ويخرج والثالث ده بتاع مشاكل المشاكل الثالث ده مشاكل تمام
يبقى واحد دخول، اتنين خروج. دخول فين وخروج فين؟ دخول من البلفيك انلت وخروج من البلفيك اوت، مش كده يا ولاد؟ علشان كده سيادتك لو جيت تقرا في الكتاب هيقول لك ان الدايره رقم واحد عندنا اللي اسمه ايه؟ سبمنتو. اللي بيساوي كام سنتي؟ 9. ده الانجيجنج دايمتر في حاله الفيس. يعني ايه يا دكتور انجيجنج دايمتر؟ الدايمتر اللي العيال يا جماعه بيحشر نفسه انجيج، بيحشر نفسه فيه في البلفيك انلت عشان يعرف يدخل. طيب الدايمتر رقم اثنين اللي اسمه ايه؟ سبمنتو فيرتر. سبمنتو فيرتر اللي بيساوي كام سنتي؟ 9. يقول لك ده الدايمتر اللي بيدستند الفالفا، مش الفالفا ديت هي اللي بره يا ولاد؟ فدلوقتي التغطيط سيادتك بعد البلفيك انلت يا جماعه مش المفروض هيكون في عند القنص هنا وفي عند الفالفا كده والجرنيه بينهم؟ الدايمتر اللي بيدستند الفالفا يبقى العيال خارج ولا مش خارج؟ العيال هيدخل جنب دايمتر يا ولاد في حاله الفيس. دايمتر رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ اثنين. يبقى العيال بيدخل ويخرج والثالث بتاع المشاكل. ايه هي المشاكل عندنا يا ولاد؟ ان بدل ما العيل ينزل بالفيس ينزل بحاجه اسمها البراون. بصوا كده يا دكتور، العيال لو نزل بالفيس مش نازل بالدايمتر ده الاول سبمنت برجماتيك وهو خارج هيخرج بيها يا ولاد؟ سبمنت فيرتيكال. تمام؟ يبقى العيال لما داخل داخل بدايمتر صغير. طب يا دكتور لو انا عندي حاجه اسمها البراو، بص يا ولاد مش ده الفيس؟ علشان اجيب البراو ده، مش البراو هنا يا ولاد اهو تبع الفرونتال بول، عشان اجيب البراو معايا يا ولاد العيال تتوقعه يدخل بدايمتر واحد ولا اثنين ولا يدخل بدايمتر ثلاثه عشان اجيب البراو؟ ثلاثه. اللي اسمه منتو ايه؟ فيرتيكال. طيب تابع القاعده بتاعتنا، انا عارف الكلام ممكن يكون تقيل شويه في الحته ديت، عشان كده هتقول هقولها مره واحده، فهمتها دلوقتي فهمتها مش فهمتها هرجع عيدها تاني مع النوت بوزيشن ومايك برزنتيشن. بس بقولها لك ليه؟ علشان لما تيجي تقرا الفاليو بتاع كل ده ما تحسش انك تايه، ما تحسش نفسيه بحاجه. دكتوره المنتو فيرتيكال دايما تبع القاعده اللي احنا خلاص حفظنا بيها الارقام يساوي كام سنتي؟ وال 13 ونص اكبر من اكبر دايمتر في البلبس. مفيش دايمتر في البلبس ده كله يا ولاد 13 ونص. يبقى ساعتها العيل داخل بدايمتر اكبر من دايمتر البلبس ولا اصغر؟ يعرف العيل ده يعدي يا ولاد؟ وبالتالي بين ده تعرف تقول عشان الدليفري مشكله وبستراكتد ليبر سيزيريان سيكشن. يعني يا دكتور لو احنا جينا نتكلم على الدايمتر رقم ثلاثه، ده الدايمتر يا ولاد اللي راس العيل بتنجيج نفسها بيه في البراو ولا تراي تو انجيج؟ وهتنجح؟ وهيرسم معايا الموضوع في الاخر على ايه؟ سيزيريان سيكشن. علشان كده كلكم حضراتكم لو جيتوا تقروا الفاليو بتاعت كل دايمتر يقول لك الدايمتر رقم واحد اللي راس العيل تراي تو انجيج ولا تراي تو ديستند الفالفا؟ تو انجيج لان ده بتاع الدخول. الدايمتر رقم اثنين اللي الفيس ديستند الفالفا بتاع الخروج. الدايمتر رقم ثلاثه بتاع المشاكل. مشكلتي كده يا دكتوره ان انا المره دي يا ولاد بص معايا داخل بالفيس الصغير انا عايز اجيب البراو. طب عشان اجيب البراو يا دكتوره اهو كده صح؟ يبقى دخلت الدايمتر يا ولاد اسمه منتو فيرتيكال. عمر الراس ما تعرف تعدي بيه معايا ولا مش معايا؟ وهتحسوا بقيمه الكلام ده لما تاخدوا مال بوزيشن مال برزنتيشن. دكتور خلصنا دول؟ خلصنا دول خلاص؟ تعالى على الاوكسلت. تمام؟ الاوكسلت عايزك تعرف لي فيه او الدايمترز البوستيريور عايزك تعرف لي ثلاث معلومات. المعلومه الاولى يا ولاد، المعلومه الاولى يا ولاد الديفينيشن صاب اوكسلت برجماتيك طالع من العظمه ولا جاست بلو؟ جاست بلو. رايح؟ المعلومه الثانيه الدايمتر كام سنتي؟ الدايمتر اللي بعده على طول تبع القاعده ولا الاستثناء؟ استثناء. اللي اسمه يا ولاد صاب اوكسلت طالع من العظمه ولا جاست بلو؟ جاست بلو. ورايح المرض لمين؟ انتيريور. ده كان القاعده ولا الاستثناء؟ استثناء. اللي كان كام سم تقول لي؟ 10. 10 تمام؟ القاعده الثالثه الدايمتر الثالث يا ولاد، المعلومه اللي عايزك تعرفها. الاوكسبت من ايه؟ اوكسبت فرونتال طالع من المرة دي من؟ اوكسبت. ورايح المرة دي لمين؟ يبقى انا استخدمت فرونتال مرتين. مرة كان قصدي بيها انتر اند، مرة كان قصدي بيها ايه؟ الله ينور عليك. والدايمتر ده تبع القاعدة بتاعتي بيساوي؟ 12. الله ينور عليك. المعلومة الثالثة عرفتها دلوقتي عرفتها، ما عرفتهاش ما تشغلش بالك خالص هرجع اقولها لك. تمام؟ واحنا بنشرح نورمال ليبر ومال بوزيشن ومال برزنتيشن. او مال بوزيشن بالاحد بالتحديد. تبع القاعده اللي احنا لسه عارفينها يا ولاد، العيال بيدخل بايه؟ ويخرج والتالت ده بتاع انا كان عندي هنا كام مشكله؟ واحده بس كان اسمها ايه؟ براو. بتاع البراو كان عايز يدخل بدايمتر كبير اكبر من اكبر دايمتر في البلبس يعدي وبالتالي عارف يعمل انجيجمنت ولا تراي وفي الاخر هيفشل وفي الاخر هتبقى معايا سيزيريان ولو صبرت على البنت ديت الولاده بتاعتها تبقى اوبستراكتد صح؟ طب تعالى هنا يا دكتور العيل بيدخل واحد ويخرج اثنين والتالت ده بتاع وعندي هنا ثلاث مشاكل مش مشكله بقى. تمام؟ تعالى كده الاول يا دكتور نعرف الدخول هنا ونعرف الخروج هنا ونعرف ايه هما الثلاث مشاكل اللي هنا.
مبدئيا كده دكتور بادئ زيبت لما اتكلم على الدايمترس ديت البوستيريور يبقى كده العين يا اولاد معدي في البلبس او داخل البلبس يا جماعه بالفيس ولا بالاوكسيبيت شايف البلبس نعم اتفضل اساسا كان ده ولا ايه خمس انا محتاج بس خمس دقايق لا خمسه لا خلاص انا محتاج خمس دقايق بس خلاص دول مفكعوا نظرت مقدمه تفرق جامد جدا بالنسبه لي عشان كده حبيت ابدا بالدايمترس بتاع راس العين مش الدايمترس بتاع البلبس بصوا معايا يا ولد خدت انت في النورمال ليبر ان احسن وضعيه للعين ان ينزل اوكسيبتو انتيريور ولا ينزل اوكسيبتو بوستيريور انتيريور تمام قلت انتوا خدتوا قبل الديفينيشن بتاع النورمال ليبر ان لازم العين يكون نازل فيرتكس برزنتيشن اوكسيبتو انتيريور رايت او ليفت اوكسيبتو انتيريور انتوا خدتوا النورمال ليبر في المحاضرات صح صلي على النبي في قلبك صلي على النبي والله يا دكتور احنا جايين الدرس مش عشان نقوي نفسنا عشان نفهم بس يعني احنا ملناش علاقه باللي بيحصل في المحاضرات معلش بص يا ولاد ومقتنعين العيل الطبيعي ينزل الدنيا عايز يشوف المحاضره الولد ذكي وبيفهم يا ولاد بينزل الدنيا يديها اخر تمام فالعيل هينزل يا ولاد اوكسيبتو انتيريور او بوستيريور انتيريور تمام الاوكسيبت انتيريور تمام لو افترضت يا جماعه الاوكسيبت بيكون انتيريور يعني المفروض عيل نازل كده جامد الدنيا تاب المنظر ده كده ولا ديكشن لو دي يا جماعه الابدومينال وول تمام المفروض ان العيل يا شباب هيكون نازل بالمنظر ده كده ادي الاوكسيبت بس كده بالمنظر ده يبقى الفيست هيكون كده باذن الله المنظر ده كده يا ولاد الاوكسيبت كده مش عارف ينزل لمين للبلبس ده حتى ما اشرحها لكم عامل ازاي تمام يبقى الاوكسيبت كده يا ولاد دايركتد بوستيريور ناحيه السيكرم ولا دايركتد انتيريور انتيريور تمام العين ما بيكونش نازل بقى بالمنظر ده بالظبط بيكون تاني راسه كده شويه فلاقي ان العين نازل لي كدكتوره بالمنظر ده كده تمام وادي عين البيل المحترمه يبقى العين نازل اوكسيبتو انتيريور ولا اوكسيبتو بوستيريور اوكسيبتو انتيريور وده الصح الغلط يحصل امتى بقى يا اولاد ده العين لف نفسه كده بقى الاوكسيبتو ولا دايركتد بوستيريور معايا ولا مش معايا تمام طيب يبقى انا عندي الطبيعي ان العين يكون نازل اوكسيبتو ايه انتيريور طب لو انا جيت اتكلم على اوكسيبتو انتيريور اللي هو الطبيعي العيال اولاد في حالات الاوكسيبتو انتيريور في الرسمه دي تمام في واحده من ثلاث معاهده بدون مؤقت يا اولاد مفيش ده بديل مفيش ده بديل مفيش ده بديل في واحد نقل معاه نموذج لهيكل او اي حاجه يا اولاد اه في حاجه انت شو واحد معاه هيكل اه ما عليك ما عليك ما عليك نعم بص يا اولاد بص يا ولاد اوكسيبتو انتيريور اوكسيبتو انتيريور نركز مع بعض نركز مع بعض لحد بكره لحد يوم الاربعاء يا ولاد هنرجع نعيد الكلام ده بس على ايه الموديل بتاعنا تمام انا جيت قلت لكم اللي هو الجزء الثالث دوت بتاع الفاليو بتاع كل واحد حفظته ما حفظتوش مش هيفرق بالنسبه لي هرجع اعيده اكتر من اربع خمس مرات على مدار الايه النورمال ليبر من بوزيشن مثلا المهم تحت الاوكسيبتو انتيريور تبع القاعده بتاعتنا العيال بيدخل واحد علشان كده سيادتك لو جيت تقراها يقول لك ان السب اوكسيبتو بريجماتيك اللي بيساوي 5 سم 9 ونص ده الانجيجنج دايمتر في حالات مين؟ اوكسيبتو انتيريور تمام؟ الدايمتر اللي اوكسيبتو بتحاول ايه يا جماعه؟ تدخل في البيبليك اند طيب السب اوكسيبتو فرانتر اللي بيساوي 5 سم ده الدايمتر بتاع الدخول ولا الخروج؟ يبقى ده الدايمتر يا ولاد الزراعه ساعات بتفرج في الستند مين؟ البلط تمام؟ يبقى ده الدايمتر بتاع الايه؟ الخروج معايا ولا مش معايا؟ تمام؟ بس خلي بالك معايا يا دكتور هو انا من مصلحتي ان راس العين اللي طالعه من البلطه تطلع بدايمتر كبيره ولا دايمتر صغير؟ صغير وعلشان تطلع بدايمتر صغير يا ولاد يقول لك ايه؟ انت لازم سيادتك راس العين هي طالعه لو انت كان عندك البلطه بالمنظر ده كده والايمس بالشكل ده كده لازم حضرتك تعمل سبورت للبرنيان الكلام ده المفروض يكون البلطه يا جماعه في الشر ولو مش شغال مش مشكله تمام؟ طول ما انا بعمل سبورت للبرنيه انا ضمنت ان راس العيال طلع دايمتر صغير
اللي هو قدامك الرقم واحد والرقم اتنين. اتنين العيال دخل بواحد وهيخرج باتنين. دكتور انت عارف انت مش عامل سبورت للبطرس الهيد بس الله اكستنشن، وبدل ما تخرج قدامك الرقم اتنين تخرج رقم ثلاثه. يعني يا جماعه لو راس العيل جينا نتكلم في الاوكسل تبع القاعده بتاعتنا في الاوكسيبتو انتيريور، لو قلنا الطبيعي ان الايه الاوكسيبتو انتيريور، لو جينا نتكلم يا ولاد في الاوكسيبتو انتيريور المفروض ان راس العيل بتدخل بين الاثنين قدام الرقم اللي اسمه واللي بيساوي 9.5. طيب ساعه الخروج لو انت دكتور محترم عملت سبورت كويس للايه؟ للبرينيه تمام؟ يبقى ساعتها راس العيل طلع قدامك اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو قدامك الرقم اللي اسمه 9.5 سنتيم بتعدي في سلام. لدرجه ان بعض الاحيان ممكن ما عملش البنت دي بزيرو 10 سنتيم حاجه صغيره، ولكن لو سيادتك اتدلعت وما عملتش سبورت محترم تمام؟ البزيرو ديت يا اولاد معناها ان ايه راس العيل وهي طالعه في بعض الاحيان بنضطر نوسع المنطقه دي كده بالايه؟ بالمقص تمام؟ عشان ايه اوسع الدايركتور اللي راس العيل اتعدي منه اتعدي منه تمام؟ دي بيسموها ايه؟ الزيوتمي او ليه الستات بيسموها تسعة لا استنى سبمنت بركه كام؟ دي هتعملي بزيوتمي هتعملي بزيوتمي انما انت لو طلعت في الدايركتور ده ممكن ما تعمليش طلع الدايركتور 10 سم هيجيب 10 11 ونص. بص يا ولاد الدايركتور الرقم 3 نركز مع بعض. لو انا ما عملتش سبورت محترم للدرينيه لو انا ما عملتش سبورت محترم للدرينيه يبقى هطلع قدامك رقم 2 ولا قدامك رقم 3 اللي هو كام سم؟ علشان كده سيادتك لو جيت تقرا في الكتاب يقول لك الفاليو بتاعت الاوكسيبتو فرنت قدامك اللي هو 11 سم ونص ده الدايمتر بتاع الخروج اللي هو بيدستند البلس. لو انا عامل سبورت كويس للبرينيه ولا مش عامل سبورت؟ طب لو انت عامل سبورت محترم اطلع قدامك رقم 3 ولا رقم 2؟ 2 تمام؟ دكتور الكلام الغريب دوت قلت لك هتحس بقيمته امتى؟ لما نبدا ناخد الكلام دوت تمام؟ عرفت دلوقتي عرفت ما عرفتوش مش مشكله. طيب دكتور احنا خلصنا اول فاليو كده عرفنا ان ده الدايمتر بتاع الدخول وده ده بتاع الخروج لو انا اشتغلت كويس اشتغلت كويس كان عملت ايه يا ولاد؟ سبورت. طب الدايمتر رقم 3 يا ولاد؟ الدايمتر رقم بتاع الخروج لو انا عملت سبورت كويس ولا سبورت اي كلام؟ سبورت اي كلام في حالات الاوكسيبتو انتيريور. امال المشكله رقم 2 والمشكله رقم 3 يا ولاد؟ انا قلت لك ده الدخول وده الخروج ده ادب وده الخروج يا جماعه بقيمه ادب تمام؟ في حالات الاوكسيبتو ايه؟ طيب قلت لك المشكله عندي ان انا الاوكسيبتو انتيريور والاوكسيبتو بوستيريور عارفين يا ولاد في حالات الاوكسيبتو بوستيريور الدخول والخروج بثلاثه تمام؟ يبقى لما نيجي نتكلم على الاوكسيبتو فرنتال ديامتر اللي بيساوي كام سم يا دكتور يا محترم؟ 11 سم ونص. الفاليو بتاعته ثلاث حاجات. في الاوكسيبتو انتيريور ده الديامتر اللي راس العيال بتدخل فيه احفظها لي كده دلوقتي. لو انا عامل سبورت محترم ولا اي كلام؟ اي كلام. وده الديامتر اللي راس العيال بتدخل بيه وبتحاول تخرج بيه في حالات الاوكسيبتو. طب الطالب فاهم الطالب فاهم تمام؟ في حالات الاوكسيبتو بوستيريور اتوقع ان هيحصل انجيجمنت راس العيال تفوت بدري بدري زي حالات الاوكسيبتو انتيريور؟ لا ليه؟ لان حالات الاوكسيبتو انتيريور داخل الديامتر علشان كده سيادتك وفي حالات الاوكسيبتو بوستيريور داخل الديامتر كام سم 11 ونص كبير. علشان كده سيادتك لما تيجي تاخد في مصادرات الاوكسيبتو بوستيريور عارف اول كلمه قلتها لك في الميكانيزم ايه؟ ان الانجيجمنت بيحصل في ميعاد ولا ديلي؟ ديلي تمام؟ وديلي الانجيجمنت اكتر من سبب من ضمن الاسباب ان انا داخل الديامتر ايه يا ولاد؟ كبير نسبيا صعب الكلام؟ كده الديامتر بتاعت الليد احنا عرفنا جاي منين ورايحه فين؟ عرفنا القاعده بتاعتها مش كده يا ولاد؟ 9.5 زود 2 مع استثناء هنا 9.5 وقال لي ايه يا دكتوره؟ 2 او قال لي نص وعرفنا الفاليو بتاع كل واحد للمره الاخيره في اللي ده اللي يهمني العيل بيدخل واحد ويخرج اثنين والثالث ده بتاع مشاكل المشكله في الفيس ان هي يبقى براو صح والبراو يعرف يدخل لانه بيساوي 5 سم يا ولاد ده 13 اكبر اكبر ده الارقام فيها مشكله يا ولاد ده يفضل بيلبس اسهل واسهل تمام. طيب تعالى لي بقى في البوستيريو العيل بيدخل ويخرج في حالات انهي اكسر؟ انتيريور بوستيريور صح. طيب والرقم 3 ده بتاع وانا عندي كام مشكله يا ولاد في البوستيريو؟ 3 لو الراس حاولت تخرج في الاوكسيبتو انتيريور وانا عامل سبورت محترم ولا اي كلام وفي الاوكسيبتو بوستيريور ده بتاع الدخول بتاع وده يفسر لك المحترم حاجتين ساعة الدخول الاوكسيبتو بوستيريور يا ولاد ساعة الدخول الاوكسيبتو بوستيريور داخله بسرعه ولا ديلي؟ ديلي. وساعة الخروج يا ولاد انا خارج بدايمتر صغير ولا كبير؟ فمزاجي غصبا عني هعمل انزيوتمي ولا لا؟ بس كده يا جماعه في اي مشكله؟ معلش يا دكتور هو اصلا هيحصل انجيجمنت ازاي؟ ده 13 ونص المفروض ده يبقى استاذ لا يا جماعه 13 ونص
13 ونص هنا دكتور نفس 9 ونص 11 ونص 13 ونص عيد الكاميرا تاني 9 ونص استثناء 10 11 ونص الارقام لسه مشكله بالنسبه لنا متشكر.